اهلا وسهلا بك مشاهدي الكريم في هذا اللقاء ورافقكم فيه عصام الشوالي من خلال التعليق. قدام الجميع تشكيلة الميرينجي ريال مدريد. اليوم التشكيلة تلعب بتكتيك 4-3-3. المدافع يحسن التعامل مع الكرة. كريستيانو رونالدو. صراع قوي على الفاول في بداية الماتش. توني كروس. سيرجيو راموس. شرف المحاولة نجاح والتسجيل هو أكبر نجاح. ضربة زاوية تحصل عليها البلانكو مدريد. أوه ملا فرصة. ينقذها الحارس لكن ما زالت خطيرة. كريستيانو رونالدو. شوطة على المرمى يخطف الكرة وهي في طريقة ممكن يحدث خطر. كريستيانو رونالدو. نشوفوا التمريرة عرضية كانت كرة في متناوله. برافو الحارس. توني كروس. الفرصة السانحة لتنفيذ التمريرة العرضية. وضعية مناسبة والسانحة للتسديدة. كرة تتوقف بطريقة عجازية. شوف الصدى، شوف البراد. يجب أن تكون التمريرة الآن. تسديدة بعيدة، ضربة مرمى. نفذها بطريقة ذكية جدا. كريم بنزيما. كرة تمشي باتجاه الحارس. تصدي ممتاز، الحارس يتحكم في كورته. لوكا مودريتش. كريم بنزيما. شوف الحارس. تسديدة وكرة في اتجاه الحارس. ملا ضربة قوية برشا، قريبة على العارضة. الكرة الجميلة الأخيرة اللي كنا نشاهدوا فيها لم تكتمل على خير بعد تدخل المنافس. جيمس رودريغيز. تسلل أكيد، اللاعب لم يعرف يختار الوقت الصحيح باش يطلب الكرة. جيمس رودريغيز. كأنهم يقدمون الكرة هدية للفريق الخصم. لوكا مودريتش. جيمس رودريغيز. في النهاية ليس بهذه التسديدات ممكن تسجل جول. كريم بنزيما. كرة تضيع من الجميع وتأتي سهلة للحارس. جارث بال. جيمس رودريغيز. لوكا مودريتش. اعتراض الكرة بشكل ممتاز. ضربة زاوية للميرينجي. في 6 سيرجيو راموس. فرصة ضاعت.
حرية. الريال يستفيد من مادة الأفضلية. خطأ يستوجب ضربة حرة. دفاع أمامه ويسدد. تصدي عظيم لحارس أعظم. كرة بعيدة عن الزاوية. كرة صعبة أمام المرمى. دفاع مش في المستوى بالمرة. يتعدى كريستيانو رونالدو. الدفاع يتدخل للركنية. يخرج الحارس على الزاوية ويخرجها. كروس. جيمس رودريغيز. كريستيانو رونالدو. من هذا المكان يجرب حظه بتسديدة قوية. جيمس رودريغيز. كريم بنزيما. لازال الانطلاق بالكرة إلى الأمام. مسافة طويلة يقطعها. لوكا مودريتش. جيمس رودريغيز. في الشوط الأول تعادل بين الفريقين. انطلاق الشوط الثاني. توني كروس. الفريق هذا كأنه يقدم الأداء لخصمه، يقول له ما نحبش نلعب خوض الكرة. مارسيلو. كريم بنزيما. كرة ممتازة، تحس الفريق يلعب مرتاح نسبيا. جيمس رودريغيز. منافسة لابد من الامتثال لأمر الحكم. مخالفة موجودة. جيمس رودريغيز. لوكا مودريتش. عالية نحو كريس باش توصل الكرة لمنطقة المرمى. هنا ضربة جزاء، ما فيش كلام. ضربة جزاء في وقت مناسب جدا لتحقيق المكسب. الفوز يمر عبر نقطة 11 متر. وإن دخلت الكرة فلا عودة بعد ذلك. لما تتمنع الكرة على الفريق ليأخذ الأسبقية، مش منطق. توني كروس. تمريرة ممتازة، الكرة في مكانها. شوطة على المرمى. مش ممكن كيف بعدها، مش ممكن كيف نجح في الصدى. من يقف وراء سلبية النتيجة حراس المرمى.
توني كروس، هنا محاولة للتمرير، جيمس رودريغيز، هذا اللاعب متميز يبذل مجهود غير عادي لابتكاك الكرة واستعادتها. كريم بنزيما، توني كروس، تسديد بكل بساطة رائع جدا. كأس درع هذا الفاينل، هنا النهائي، التقدم بفارق هدف ولكن ما زالت المباراة. الصراع اللي قدموه في المباراة واضح أن الفريق عنده طموح كبير جدا لتحقيق درع وبالتالي ربما أذهب أن الفريق قادر على الحفاظ على فارق الهدف. كريستيانو رونالدو، كرة ممكنة، كريم بنزيما، شوف الحارس ايش يعمل، شوف الحارس كيف يوقف الكرة، مش معقول، مش معقول في سيناريو مجنون. صدقني يا عصام اليوم من الصعب هزيمة الحارس. كريستيانو رونالدو يحتاج ديما الكرة خاصة، كرة خاصة به واخرى لبقية اللاعبين، نجم فوق العالم. كارفاخال، توني كروس، كريم بنزيما، محاولة للهجوم، كارت بال، يا لروعة التصدي ولا أروع يا حارس. الفرصة السانحة لتنفيذ التمريرة العرضية. لوكا مودريتش، لحظات ويتنفذ التماس. جيمس رودريغيز، مارسيلو، ضربة في اتجاه المرمى، الله على روعة التسجيل، هدف يقرب من الانتصار. جيمس رودريغيز، توني كروس، كرة تمشي باتجاه الحارس، التسديدة وعلى القائم وأوت. كرة بعيدة عند الحارس، تلقاها بدون إشكاليات ولا مشكلة. لوكا مودريتش، كارفاخال، جيمس رودريغيز يجرب محاولة لكن تضيع، تسديدة بعيدة، ضربة مرمى. كمان رائع يا جمهور الميرينجي، جماهير الكازابلانكا مدريد تحتفل بالانتصار والأداء. بالفعل عصام الفريق قدم مباراة كبيرة على إثر التشجيع المتواصل من جماهيره في مباراة اليوم. توني كروس، كرة سهلة وبالتالي استخلاصها يكون أسهل. كرة في حوزتهم، هل تغير هذه الكرة مجريات المباراة؟ لنشاهد. هنا جرأة الحارس وقراءته للعب والموقف بتاع الكرة، خرج في الوقت المناسب من وراء منطقة الجزاء وسبق المهاجم. حارس مرمى لا يمتلك الشجاعة لا يجب أن يحمي عرين أي فريق. ايه
بنزيما يتغلب على المدافع. رمية جانبية. جيمس رودريغيز. لوكا مودريتش. جارث بال. بيبي. لوكا مودريتش. جيمس رودريغيز. جارث بال. تسديده وكره تمشي باتجاه المرمى. تصدي من حارس المرمى. الكره عنده. جيمس رودريغيز. المباراة تنتهي. مبروك الفوز يا ميرينجي. الانتصار للبلانكو الريال. إذا نهاية موسم عبد الله مثيرة جدا. يظهر لي يستاهلوا اللقب واستحقوا هذا التتويج. بالفعل زميلي عصام، نهائي استحقوه، عملوا لأجل هذه البطولة وهم أحق من غيرهم فيها. Hindsight's a wonderful thing when we're all experts who pretend. Where's a good place to begin? Let's start with the truth, 'cause it gets you in the end. Hanging the past out to dry, stringing up all of your regrets. No matter how hard you try, they blow round in the breeze through the branches in your head. They're still through the leaves, though. Helpful friend who's waiting there at the end. He catches you unaware with I told you so and the stairs. Now that it all seems so clear, you can analyze from down here those bits you'd rather forget. Don't leave me hanging. Still through the leaves.
اللاعبين اكيد جاهزين، الجمهور جاهز، ونحن ايضا عصام الشوالي وعبد الله الحربي من كابينه التعليق جاهزان للمتعه باذن الله. امامكم تشكيله اف سي برشلونه 4-3-3 واللي تعتمد على الاجنحه بشكل كبير. على الشاشه تشكيله تشيلسي، هناك ميل لطريقه 3-5-2 في مباراه اليوم. إنييستا، إيفان راكيتيتش، صراع كبير للكرة، لويس سواريز. هذا الاعتراض قد يخفف من الضغط على فريقه. أسبيليكويتا، ليو ميسي، مش ممكن كيف بعدها، مش ممكن كيف نجح في صدها. كرة تتحول الى ركنين لمصلحة اف سي برشلونة. اوه ملا كرة ممتازة جدا. ليو ميسي افضل لاعب في العالم، عنده القدرة على حسم المباراة، هل يفعلها اليوم؟ لاعب يعرف كيف يدير امور فريقه. وضعية مناسبة والسامحة للتسديدة. كرة تضيع من الجميع وتأتي سهلة للحارس. جون تيري، غاري كاهي، فالكاو، كرة ترجع للوراء لحارس المرمى. إيفان راكيتيتش، لويس سواريز، كان بناء جيد جدا للكرة الأخيرة ولكن فقدوا الكرة في النهاية. بيكي، ماتيتش، أكيد الهجمة واعدة، تسديدة على المرمى، جول 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 جول. يظهر لي يستحقوا الهدف لانهم حاولوا كثيرا ومرارا وتكرارا فرص على المرمى وهذا جول. عند العرب يقولوا كثر الدق يفك الحمى، وهذا اللي صار في المباراه. ليو ميسي، جون تيري، غاري كاهي، لويس سواريز، سيرجي روبرتو، أوه قد يكون لدينا فرصة هنا. سيرجي روبرتو، كرة تمشي باتجاه الحارس، كرة بعيدة تخرج اوت، ضربة مرمى. افتكاك الكرة هذه. كان ممكن يكون اسرع، مهمة عاجلة تستناه، خلاهم بعاد، والحقيقة الجهد يشكر. جوردي ألبا، إنييستا،
وهشاشة بالدفاع تمكن المهاجم من الانطلاق. أسبيليكويتا سيرجي روبرتو سيسك فابريكاس فالكاو. إيقاف الكرة كان بشكل رائع جدا من الحارس، برافو. الكرة ستعود للملعب من التماس. فالكاو صدق او لا تصدق، هذا الحارس مجنون. واضح هذا التسلل، اللاعب ركض في وقت مبكر، اوف سايد موجود. حقيقة ملاحظة، الفريق يخسر بسهولة كورته. قراءة جيدة، يقف الكرة ثم يمشي الكونتر. لعب ساحر جميلة جدا. نيمار شوف الحارس ايش يعمل، شوف الحارس كيف يوقف الكرة، مش معقول مش معقول في سيناريو مجنون. جاري كاهي بيكي إيفان راكيتيتش دييغو كوشتا جوردي ألبا ليو ميسي لويس سواريز جاري كاهي نيمار سيرجي روبرتو. بسبب هذا الدفاع الرائع ينال ويحظى بإعجاب الجميع. ليو ميسي ماتيتش فالكاو سيرجي روبرتو. الشوط الأول ينتهي اللحظة. نتمنى أن يكون الشوط الثاني ممتاز. إيدن هازارد ماتيتش ملا فرصة سيسك فابريغاس إيفان راكيتيتش الجميلة الأخيرة اللي كنا نشاهد فيها لم تكتمل على خير بعد تدخل المنافس. لازال الانطلاق بالكرة إلى الأمام. سيرجي روبرتو هدف. كاس إي إيه ما زالت طويلة عبد الله، ولكن في أحد مبارياته تقبل تعادل بهذه الطريقة. يخوف باقي المشوار. من آخر المشوار كما قال عبد الحليم. مشوار بخير إذا تمكن مدرب أن يتعامل مع الموقف بطريقة إيجابية بصورة إيجابية. يعود مرة أخرى للتقدم في المباراة، يفكر في المباريات القادمة، يصحح الأخطاء اللي حدثت في هذه المواجهة واللي تسببت في هدف التعادل كما شاهدنا. ماتيتش
الاستحواذ متواصل على الكرة والتمريرة ممتازة. كرة ضعيفة مقطوعة من المدافع. إيفان راكيتيتش. نيمار. إنيستا. تسديدة وكرة تمشي باتجاه المرمى. فرصة كبيرة لكسر التعادل. كرة تبقى مع برشلونة. ليو ميسي. إيفان راكيتيتش. أوه لقط. فاول صفر الحكم. ضربة حرة مباشرة. أداء سريع جدا. إنيستا. المحاولة بدأت بامتياز. كرة منظمة وسريعة. ولكن في الأخير افتكت منهم الكرة. فالكاو. أسبيليكويتا. تمريرة ضعيفة برشا وبالتالي الكرة في حوزة الفريق الخصم. نيمار. ضربة حرة في موقع ممتاز جدا. مخالفة في انتظار التنفيذ. وكرة ستعود من الركنية للبارسا. تصدي من حارس المرمى. الكرة عنده. إيفان راكيتيتش. داني ألفيش. حركات ممتازة للوصول إلى منطقة التمرير العرضية. أظن الصراع رهيب جدا في هذه المباراة. تبينه الأرقام من خلال نسبة امتلاك الكرة. تقريب نسبة متوازنة. قريبة برشا. نعم عصام. التقارب في النسبة سببه هو الاحتكام إلى وسط الملعب من الجانبين. هناك صراع كبير من المدربين للسيطرة على وسط الميدان. إيفان راكيتيتش. جول. برأي عبد الله أنهم مطالبين بالتغيير الاستراتيجية لكي لا يخرجوا من الكاس. نعم عصام اتفق معك. ربما تزيد صعوبة اذا ما جاء هدف اخر يوسع الفارق التهديفي الى فارق هدفين بالخسارة لهم في هذه المباراة. تقدم النتيجة دائما لبرشلونة. لويس سواريز. هذا الاعتراض قد يخفف من الضغط على فريقه. ماتيتش. دييغو كوشتا. كان بناء جيد جدا للكرة الأخيرة ولكن فقدوا الكرة في النهاية. كرة عرضية لميسي. تسلل واضح بعد رفع الراية. لويس سواريز. هدف رائع بالفعل. أظن كأس مثل EA يلزمها برشا خبرة برشا تجربة. الأداء لحد الآن جيد ولكن النجاعة هي اللي نقصتهم اليوم واللمسة الأخيرة افتقدوها اليوم. إذا بتفق معك عصام أن الأداء جيد في هذه المباراة، كيف خسر الفريق بأكثر من هدف؟ إذن يجب أن نكون واقعيين عصام أنه الفريق لم يتعامل مع ظروف المباراة فنيا على النحو الصحيح. واحدة اثنين جميلة والكرة ترجع له. ماتيتش.
دفاع امامه يسدد كوره ممتازه والحارس يوقفها براحه. كرة سهلة للحارس. إيفان راكيتيتش. لويس سواريز. محاولة التسديد. يا الله لما ينوب القائم عن الحارس ويقول لا لدخول الشباك. ليو ميسي. ركنيه لفريق اف سي برشلونه. من اكثر الانديه في العالم شعبيه وجماهيريه الى اف سي برشلونه والدريم تيم جماهير وراء فريقها بالملايين يا البارسا. نعم عصام اعتقد انه فريق بهذا الحجم من الطبيعي جدا ان يكون له ملايين من الانصار، ملايين من المشجعين الذين لا يعرفون للحزن طعم. لويس سواريز. اسبيلي كويتا. فالكاو. هذه الخسارة الكبيرة أكيد ستقصيهم من سباق الأميرة الكأس. نعم أعتقد أن السباق نحو الكأس انتهى بالنسبة لهم مع عدد الأهداف اللي سكرت شباكهم. ليو ميسي. هذه هي اللحظة اللي استنيناها. جول. استعراض القوة يتقدم من جديد بهدف آخر. بدون شك عصام برشلونة في أي مباراة يدخلها نحن متأكدين أن بإمكانه أن يسجل أكثر من هدف فريق برشلونة مع أي خصم يستطيع تسجيل الأهداف. أمر ليس بالمفاجئ، هم الأقوى هم الأفضل طيلة المباراة. فالكاو. تسديدة وكورة باتجاه الحارس. كورة رائعة وجول. نيمار. Bird.
popping so. Lost the skies of powder gold, caught in clouds of silver rose, showered by the empty hope as I tumbled down, falling fast to the ground. We'll be right back.
اللقاء المرتقب ينطلق في هذه اللحظة. إذن أجواء كبيرة في المدرجات، انتظار كل المشاهدين لمباراة كبيرة هذا المساء. دييغو كوستا محاولة وتسديدة لكن خرجت أوت. عرضية توران، إيفان راكيتيتش، سيسك فابريغاس، دفاع باهت والهجوم ينطلق. هذا اللاعب متميز ماتيتش، اعتراض كرة بشكل جيد. لدينا ركنية جديدة، الحارس يخرج على ضربة الزاوية ويخرج كرة. إيدن هازار، دييغو كوشتا. إذن قرار الحكم فاول، فاول في بداية الماتش. التسديدة لم تكن موفقة بالمرة، كرة بعيدة بأمتار على المرمى والشباك. محاولة لأجل محاولة. جوردي ألبا، إنييستا، الكرة معهم الآن في نصف الملعب. من هذه المسافة يحاول يسجل كرة. تسلم يديك، كرة ممتازة في دين الحارس. كرة سهلة وبالتالي استخلاصها يكون أسهل. سيسك فابريغاس، دييغو كوشتا، ممتاز الاعتراض من ألبش. الآن يأتي الدعم في الزملاء بالفريق. حقيقة لاعب ذكي ولاعب تكتيكي، عارف كيف يعترض الكرة الأخيرة باش يفكها. فالكاو، الكرة الآن في حوستهم. ما الجديد في مجريات المباراة؟ دييغو كوشتا، اللعبة بين اثنين، خذوا هذا. فالكاو، الهجمة كانت منظمة ممتازة جدا لكن في الأخير خسروا الكرة. سلسلة من المراوغات يمر حتى يوصل منطقة جيدة للتسديد. نيمار، براد القرن، تصدي القرن مش ممكن، هذا رأي تصدي غير عادي من حارس غير اعتيادي. هجوم خطير والحكم المساعد يرفع الراية. إذا تسلم ليو ميسي، شوطة على المرمى، كرة تبعد عليهم وتضيع. تسديدة وكرة تمشي باتجاه المرمى، حارس يوقف كرة بعد تسديدة. حقيقة ملاحظة، الفريق يخسر بسهولة كرة. كرة تمشي باتجاه الحارس. ليو ميسي، اعتراض الكرة كان في محله، أظن سيخفف نسبيا الضغط على فريقه ولاعبيه. سيسك فابريغاس، أكيد الهجمة واعدة. رؤية وتمركز رائعين من اللاعب لاعتراض الكرة وافتكاكها. إنييستا، الله على روعة التسجيل. النتيجة ليست لصالحهم في مباراة الكاس، عليهم تغيير الخطط والأسلوب واللعب والتكتيك. نعم، هذا دور المدرب الآن. فريق خاسر بفارق الهدف، لم تنتهي الأمور بالنسبة له، لا زال قادر على صناعة الجديد في هذه المباراة. نيمار، صدق أو لا تصدق، هذا الحارس مجنون. ركنية لفريق اف سي برشلونة. الحكم يحسب بنالتي، لعب بنالتي. إذن الحكم يعلن ضربة جزاء لكن يكتفي بالقرار هذا الإداري بعيدا عن التأديب، لا يستعمل أي كرت.
أعتقد أن الفريق المهاجم بالأساس يا عصام يكتفي بضربة الجزاء ودون الرجوع إلى هل أنه يستحق ورقة صفراء أو حمراء. الإدارة تتواصل بالركلة الترجيحية، يتقدم اللاعب وينفذ الجول. دييغو كوستا. إنييستا. لويس سواريز. فالكاو. إيفان راكيتيتش. مواجهة كبيرة جدا من أجل الكرة. أرضية توران. يحب هذا اللاعب اللعب ملتصقا بالمدافعين، لكن عليه أن يحسن من اختيار توقيت هجومه وتمركزه. يا لها من حركة رائعة، كرة مقطوعة والآن يتحول للهجوم. جوردي ألبا. فالكاو. إنييستا. جوردي ألبا. ليو ميسي، شوف الحارس ايش يعمل، شوف الحارس كيف يوقف الكرة، مش معقول، مش معقول في سيناريو مجنون. ضربة زاوية أخرى. إنييستا، فرصة وهدف. حاولوا كل ما عندهم في كاس درع إيه أنه يعملوا حاجة هذا الموسم، ولكن حاليا السيناريو هو مغاير، النتيجة السلبية. بذلوا جهد كبير جدا من خلال كاس درع الإيه عصام، لكن بالفعل راح أحزن عليهم إن خسروا هذه المباراة. فريق ممتاز وفريق مظل في هذه المباراة. تسديدة وكرة عن جول، ضربة في القائمة. هنا ينطلق الشوط الثاني. نذكر السادة المشاهدين، الشوط الأول كان ممتاز وكان وحاد الجانب، فكيف ستكون الفترة الثانية؟ سيسك فابريغاس. اعتراض في منطقة الوسط والكرة بحوزتهم. أرضية توران. فالكاو. أرضية توران. لويس سواريز. تسديدة على المرمى. سيسك فابريغاس. حارس يوقف كرة كانت نسبيا صعبة. قدرة كبيرة على الاحتفاظ بالكرة، سرعة سرعة ومهارة كبيرة. الفريق هذا كأنه يقدم الأداء لخصمه، يقول له ما نحبش نلعب خوض الكرة. سيسك فابريغاس. فالكاو. شرف المحاولة، فرصة للعودة في المباراة، هذا الهدف يفتحها من جديد. نيمار. سيسك فابريغاس. ليو ميسي. المدافع ودخول في الوقت المناسب يستخلص كورته. دييغو كوستا.
فالكاو محاولة تسديدة قوية كورة لا يصل إليها الهجوم سيس فابريغاس من كرة ثابتة ربما يسجلونها ضربة حرة بانتظار التسديدة من تسديدة ممتازة الشباك كادت تهتز كرة قريبة برشا على العارضة موقع مناسب جدا لتسديد المخالف تصدي ممتاز الحارس تحكم في كورته تمريره ممتازه وفرصه رائعه ايفان راكيتيتش ممتازه الكره عند الحارس دييغو كوشتا هذا الاعتراف قد يخفف من الضغط على فريقه إنييستا لويس سواريز أسبيليكويتا الفرسان ياتون للمساعدة إنييستا دييغو كوشتا اعتراض الكرة كان في محله أظن سيخفف نسبيا الضغط على فريقه ولاعبيه لقد ذهب ليو ميسي تصدي عظيم لحارس أعظم وركنية لبرشلونة إيدن هازارد كأنهم يقدمون الكرة هدية للفريق الخصم فالكاو كان بناء جيد جدا للكرة الأخيرة ولكن فقدوا الكرة في النهاية يركض في وقت مبكر وتسلل واضح عامل خيمة في الأوفسايد حارس يوقف كرة بعد تسديدة تسديدة بعيدة وطويلة ولكن غير مجهود كرة عند الجول كيبر هذه الخسارة الكبيرة أكيد ستقصيهم من سباق الأميرة الكأس نعم أعتقد أن السباق نحو الكأس انتهى بالنسبة لهم مع عدد الأهداف اللي سكرت شباكهم من الممكن أنها ركنية لويس سواريز يتعدى يهرب على الدفاع كرة يتمكن منها الحارس بكل سهولة إنييستا كرة تمشي باتجاه الحارس فالكاو إيفان راكيتيتش من هذا المكان يجرب حظه بتسديدة قوية هدف رائع بالفعل البارسا يسجل مرة أخرى شكل المباراة ستكون استعراض كتالوني الليلة عبد الله وهذا ليس بجديد دائما برشلونة يبحث عن هدفه الأول ثم يتحول إلى عرب الاستعراض إذا توشك المباراة على النهاية والنتيجة أمامكم مرسومة على الشاشة الفارق كبير والانتصار مضمون
يجتهد للحفاظ على الكرة لكن الصراع قوي. إيفان راكيتيتش، ليو ميسي، شوف الانطلاق، تصدي جيد، كرة عند الجول كيبر. مركز رائعين من اللاعب لك. النهاية للمباراة. Ourselves in salty water, washed away the storm.